اس ویڈیو میں قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، ان آیتوں کی تلاوت کو صرف سن لینے سے سننے والوں کے ہر دکھ دور ہو جاتے ہیں، اس دعا کو سن لینے سے مصیبت زدہ کے مصیبت چلی جاتی ہے، بیمار اگر سن لے تو اسے شفا مل جاتی ہے، بے روزگار اگر اس دعا کو سن لے تو اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اگر بے چین شخص اس دعا کو سن لے تو اسے چین و قرار مل جاتی ہے، اگر اس دعا کو جس مقصد کے لیے سنا جاتا ہے وہ مقصد میں وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دعا کو آپ جس ارادے سے سنیں گے، جس نیت سے سنیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ارادے کو کامیاب فرما دے گا۔ اب آپ خود نیت کیجئے، آپ کا کیا ارادہ ہے اس دعا کو سننے سے پہلے نیت بنا لیجئے اور دھیان سے دل لگا کر اس دعا کو سن لیجئے۔ قسم سے صرف آپ 11 دن اس دعا کو سن لیجئے، آپ کے ہر وہ مقصد پورا نہ ہو جائے تو کہنا جن کے لیے آپ برسوں سے ترس رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا کو مکمل سننا، بیچ میں چھوڑ کر اگر گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا الٹا نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں بلکہ آپ کو آگاہ کر رہا ہوں آپ کے بھلائی کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بہت زیادہ سیریس معاملے میں پریشان ہو تو آپ کی طرح بہت سارے میرے اسلامی بھائی بہن مجھ سے رابطہ کیے سیریس میٹر کو لے کر، میں نے فال دیکھ کر ان کے مسئلے کو حل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز کو ان کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے ذریعہ بنایا۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے کو لے کر پریشان ہو تو اسکرین پر میرا نمبر ہے، مجھ سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا بھی حل نکالا جائے گا۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس دعا کو دھیان سے سن لیجئے۔ سنیے گا ضرور، چھوڑ کے جائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو چلیے دھیان سے سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ عَتَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ عَتَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وفي الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.